مولاي قد نمت فأنا لا أسمع. أنا والشمس لنا اختلافات كثيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد علي بن نيران، عضو في فريق سبوت لايت اللي دعم المواهب الشابة. سبوت لايت برنامج يبرز في مواهب الشباب في جنوب الليبي. وفي اليوم درنا حدث في المسرح الشعبي في شارع الواسع. درنا حدث تضمن رسم، تصوير، مسرح. وهدفنا من البرنامج ان نبرز جميع المواهب، سواء كانت الرسم، التصوير، التعداد الذهني، المسرح، جميع المواهب. الاسم عبد السلام حامد عيسى، ممثل مسرحي في مؤسسة نعيش الفرحة. اليوم قمنا بعمل مسرحي طبعا تحت اشراف سبورت لايت مستدعينا، ونشكر سبورت لايت والمشرفين على المهرجان هذا. ونتمنى يعني انه يكون في حفلات وفي اماكن للشباب، في مواهب، في كثيرين من يريدوا ان يدخل الجانب المسرحي. هذا المسرح عندنا في الغناء، في الرسم، في الشعر، يعني نتمنى ان يكون في اماكن متوفره.